دكتور عماد افرح بيا بقى، بستمع لنصايحك كلها، بطلت اجيب كل العصاير اللي كنت، مبقتش اشرب غير عصاير طبيعيه، والنهارده بقى عصير القصب بقى. عصير القصب ومشبر وتحفه. الشعب المصري كله اجتمع على حاجه واحده، عصير القصب. وبصراحه النهارده بقى لازم نكشف حقيقته، اذا كان العصير ده فعلا مفيد وفيه فوائد كتير ولا نص نص. هل تعلم يا عزيزي ان الكوبايه دي فيها ما يعادل 12 معلقه سكر؟ طب تعرف ان منظمات الصحه العالميه اوصت بان الحد الاقصى لاي انسان 6 معالق سكر صغيره، ده لو احنا متوقعين ان احنا بناخد سكر اصلا. طب ما بالك لو انت بتخس وممنوع عنك السكر اصلا، فدي فيها احتياج يومين من السكر، بتديك 250 سعر حراري، الجلايسيميك لود بتاعها عالي جدا، فبترفع السكر وبتاثر على مستوى الانسولين وبتجوع جدا، فاستخدامها ما ينفعش باي شكل من الاشكال مع الدايت. كل ده كوبايه القصب المسكينه دي بتعمله؟ تخيل ان الكوبايه دي بتعمل كل ده. جيتش ليه من بدري؟ لحقتني في الاخر. ده انت مخلصها يا شيخ. عشان بس انصحك نصيحه، لو انت حابب ان انت يعني من عشاق القصب ومش قادر ان انت تسامع عنه، الموضوع بمنتهى البساطه اللي هتعمله ان انت تقدر تشرب البق الصغير ده او اقل منه مع الوجبه الكامله عشان ما يرفعش السكر جامد، ده لو انت هتموت عليه ومش قادر تستغنى عنه. او في حل تاني ان انت تمص القصب، لان مص القصب بيتخرج لك الياف، فبرضه بيقلل الجلايسيميك اندكس بتاعه، وفي نفس الوقت مهما مصيت قصب عمرك ما هتجيب الكوبايه دي لانها كبيره قوي. عرفنا هنعمل ايه؟ نمصه ما نشربوش.